بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كلام العلامة محمد بن علي بن وهب الشهير بابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام لعبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي. ووقفنا عند المسألة السابعة من المسائل التي ذكرها في وجوه دلالة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وقاع الأعراب في نهار رمضان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: المسألة السابعة، قوله: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. لا إشكال في هذه الرواية على الانتقال من الصوم إلى الإطعام، لأن الأعرابي نفى الاستطاعة، وعند عدم الاستطاعة ينتقل إلى الصوم. لكن في بعض الروايات أنه قال: وهل أتيت إلا من الصوم؟ فاقتضى ذلك عدم استطاعته بسبب شدة الشبق وعدم الصبر في الصوم على الوقاع. فنشأ لأصحاب الشافعي نظر في أن هذا هل يكون عذرا مرخصا في الانتقال إلى الإطعام في حق من هو كذلك، أعني شديد الشبق؟ قال بذلك بعضهم. نعم. ذكر المصنف رحمه الله أنه لا إشكال في دلالة قوله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ لا إشكال في أن من عجز عن صيام شهرين متتابعين فإنه ينتقل إلى الإطعام. ووجه عدم الإشكال فيه أن الدلالة على ذلك دلالة ظاهرة، أي دلالة واضحة، فلهذا لم يكن فيها إشكال. ثم ذكر أنه ورد للحديث رواية أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للأعرابي: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال الأعرابي: وهل أتيت إلا من الصيام؟ يعني أن الصيام هو السبب الذي جعلني أقع في هذه الهلكة التي أتيت مستفتيا عن حكمها. وأخذ الشافعية من هذا أن من واقع امرأته في نهار رمضان ولم يجد رقبة ولا يستطيع الصيام بسبب شدة الشبق، والمقصود بالشبق الرغبة في الوطأ، فلا يستطيع الصيام لشهرين متتابعين بسبب شدة الشبق أي شدة الرغبة في الوقاع، فإن هذا يكون عذرا له في الانتقال من الصيام إلى الإطعام. وقد أخذ بهذا فقهاء الشافعية في الأصح عنهم، كما قال ذلك النووي
رحمه الله، وصرح به في كتاب المنهاج الذي يعتبر عمدة في مذهب الشافعية. وذلك لأن الصيام في هذه الحال أي مع وجود الشبق فيه حرج على المكلف، والشريعة جاءت برفع الحرج. فقول المصنف رحمه الله قال بذلك بعضهم يشير إلى الأصح في مذهب الشافعية، وعند الشافعية قول آخر يقابل الأصح، وهو أن من كان شديد الشبق والرغبة في الوطئ فإنه لا يجوز له أن ينتقل إلى الإطعام، بل يجب عليه الصيام ولا يكون الشبق عذرا له في الانتقال من الصيام إلى الإطعام. لكن الأصح عند الشافعية كما صرح به النووي رحمه الله هو أن شدة الشبق تعتبر عذرا في الانتقال من الصيام إلى الإطعام. وهذا كما نبه المصنف رحمه الله مأخوذ من دلالة قول الأعراب وهل أتيت إلا من الصيام، فهذه العبارة تدل على أنه كان شديد الرغبة في الوطئ، فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإطعام. نعم. المسألة الثامنة قوله فهل تجدوا إطعام 60 مسكينا، يدل على وجوب إطعام هذا العدد، ومن قال بأن الواجب إطعام 60 مسكينا فهذا الحديث يرد عليه من وجهين: أحدهما أنه أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى 60، ولا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم 20 مسكينا 3 أيام. الثاني أن القول بإجزاء ذلك عمل بعلة مستنبطة تعود على ظاهر النص بالإبطال، وقد عرف ما في ذلك في أصول الفقه. المسألة الثانية هي أن قوله صلى الله عليه وسلم فهل تجد إطعام 60 مسكينا يدل على أن من وطئ امرأته في نهار رمضان ولم يستطع العتق ولا الصيام فإنه ينتقل إلى الإطعام، ويجب عليه أن يطعم 60 مسكينا، فلو أطعم أقل منهم فإن ذمته لا تبرأ. وذلك لأن قوله 60 عدد، والعدد نص فيما يتناوله بمعنى أنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، فقوله 60 نص في أن من وطئ امرأته في نهار رمضان يجب عليه إذا لم يستطع العتق ولا الصيام أن يطعم 60 مسكينا ولا يجزئه إطعام أقل من هذا العدد، وهذا أخذ من دلالة 60 لأنه عدد والعدد نص فيما يتناوله، فلا يحتمل 59 ولا يحتمل 61 لأنه نص في دلالته، والنص من أعظم وجوه الدلالة وأكثرها بيانا لأنه لا يتطرق إليه احتمال. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم أنه يجب إطعام 60 مسكينا ولا يجزئ إطعام أقل منهم. وذهب الحنفية إلى أنه يجوز أن يطعم أقل من 60، كما لو أطعم 61 مرة أو أطعم 20 60 مرة فإن ذلك يكون
كل واحد 3 مرات يعني 60 مرة فيتحقق الإطعام. واستدلوا على هذا بعلة مستنبطة، وهي أن إطعام 20 في المثال السابق يتحقق به ما يتحقق بإطعام 60 مسكينا. فإذا معتمد الحنفية في هذا القول هو التعليل، فقد اعتمدوا على علة مستنبطة يعني مأخوذة من جهة النظر والاستدلال، وهو أن إطعام هذا العدد 60 مرة يتحقق به ما يتحقق بإطعام 60 مسكينا. إلا أن المصنف رحمه الله قال هذا الحديث الذي أورده الماتن يرد قول الحنفية من وجهين. الوجه الأول من جهة اللفظ، والوجه الثاني من جهة المعنى. فالوجه الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الإطعام إلى 60 مسكينا فقال فهل تجد إطعام 60 مسكينا، ولا يتحقق الإطعام في حق من أطعم 20 مسكينا مثلا وأعطى بحيث يطعم كل واحد منهم 3 مرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أضاف الإطعام إلى 60 مسكينا، ومن أطعم 20 مسكينا فإنه لم يطعم 60 مسكينا. فهذا الوجه الأول، وهو مأخوذ من دلالة ماذا؟ مأخوذ من دلالة اللفظ. الوجه الثاني، وهو مأخوذ من جهة دلالة المعنى، أن فقهاء الحنفية رحمهم الله اعتمدوا في هذه المسألة على معنى مستنبط، يعني على علة مستنبطة. وهذا المعنى إذا عملنا به أدى إلى إبطال دلالة النص. إذا عملنا بهذا المعنى وقلنا إنه يجزئ إطعام 20 مسكينا 3 مرات فإن ذلك يؤدي إلى إبطال دلالة النص، لأن دلالة النص أنه يطعم كم مسكين؟ يطعم 60 مسكينا. والقاعدة أنه إذا تعارض اللفظ وعلة مستنبطة فإن اللفظ يقدم لئلا يؤدي ذلك إلى إبطال النصوص وإهدار دلالاتها. ولهذا كان من القواعد المشهورة عند أهل العلم أن العلة المستنبطة يعمل بها إلا إذا عادت على النص بالإبطال، فإنها في هذه الحال لا يعمل بها. العلة المستنبطة يعمل بها وتثبت بها الأحكام الشرعية إلا إذا عاد العمل بها على النص بالإبطال، بأن أدى العمل بها إلى إبطال دلالة النص، فإنه حينئذ يعمل بالنص وتلغى تلك العلة المستنبطة. وهذه قاعدة عظيمة في المحافظة على دلالات النصوص وعدم ردها بالمعاني المستنبطة والمصالح المتوهمة، لأن النصوص وحي من الله والوحي معصوم من الخطأ، وأما المعاني المستنبطة فهي ثابتة بالنظر والاجتهاد، والاجتهاد عرضة لوقوع الخطأ. وبناء على هذا فإن الذين ينقدحوا في أذهانهم علل ومعاني
وتستفز هذه العلل والمعاني عقولهم وتعجبهم، لا يجوز لهم أن يعملوا بها ما دامت معارضة للنصوص الشرعية. وأنت تنظر، ويا للأسف، أن بعض من يتحدثون في مسائل الشريعة ربما توهموا مصالح أو توهموا معاني يظنونها مقصودة للشارع، ويعتبرونها وإن كانت معارضة لدلالات نصوص الكتاب والسنة. والأصل العظيم أن أي مصلحة أو علة أو معنى يعارض دلالة النص فهو ملغى، لا يعتبر. نعم. وقول المصنف رحمه الله قوله فهل تجد إطعام 60 مسكينا يدل على وجوب إطعام هذا العدد، وقد عرفنا مستند ذلك وهو أن لفظ 60 نص في دلالته. وقوله من قال بأن الواجب إطعام 60 مسكينا، هذه العبارة مشكلة، ويبدو أن فيها تصحيفا، ويكون صواب العبارة، ها، نستطيع أن نصحح العبارة بحذف حرف واحد، فنقول ومن قال بأن الواجب طعام 60 مسكينا، فبهذا نحذف حرفا واحدا ويتحقق المقصود. فلعل النساخ أضافوا حرفا فأدى هذا إلى إفساد المعنى. نعم. المسألة 9، العرق بفتح العين والراء مع المكتل من الخوص واحده عرقة، وهي ضفيرة تجمع إلى غيرها فيكون مكتلا، وقد روي عرق بإسكان الراء، وقد قيل إن العرق يسع 15 صاعا، فأخذ من ذلك أن إطعام كل مسكين مد، لأن الصاع 4 أمداد، وقد صرفت هذه 15 صاعا إلى 60 مدة. هذه 15، وقد صرفت هذه 15 صاعا إلى 60 مدة، وقسمة 15 إلى 60 بربع، فلكل مسكين ربع صاع وهو مد. نعم. قال المسألة 9، العرق بفتح العين والراء معا، وسينبه أنه أيضا يجوز إسكان الراء فيقال العرق. والعرق والعرق هو المكتل من الخوص، أي المصنوع من الخوص. والخوص أحد يعرفه؟ الخوص هو سعف النخل. واحده عرقة، وهي ضفيرة تجمع إلى غيرها، وتكون السعفة ضفيرة إذا أدخل بعضها في بعض. قال وقد روي عرق بإسكان الراء، وقد قيل إن العرق يسع 15 صاعا، فأخذ من ذلك أن إطعام كل مسكين مد. ذكر بعض أهل العلم أن العرق يتسع 15 صاعا، والصاع الواحد فيه 4 أمداد، وإذا ضربت 15 في 4 يكون كم مدا؟ يكون 60 مدا. فاستنبط من هذا أن كل مسكين يطعم كم؟ يطعم مدا. وهذه الدلالة تسمى عند أهل العلم دلالة الالتزام، هذه دلالة التزامية، لأن الدلالة قد تكون بالمطابقة، وقد تكون بالتضمن، وقد تكون
بالالتزام. فإذا كان المكتل 15 صاعا فإنه يلزم من ذلك أن كل مسكين يطعم مدا، لأن الصاع الواحد فيه 4 أمداد، وإذا ضربت 4 أمداد في 15 صاعا يكون الناتج 60 مدا. نعم. والمصنف رحمه الله قصد من ذكر هذه المسألة التنبيه إلى كيفية دلالة الحديث على أن كل مسكين يطعم مدا، ولهذا قال، انتبه لكلامه، وقد قيل إن العرق يسع 15 صاعا فأخذ من ذلك، يعني فاستنبط من ذلك. فلهذا المصنف أورد هذه المسألة لبيان وجه دلالة الحديث على هذا الحكم. نعم. المسألة 10: اللابة الحرة، والمدينة تكتنفها حرتان، والحرة حجارة سود. وقيل في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحتمل أن يكون لتباين حال الأعرابي، حيث كان في الابتداء متحرقا متلهفا حاكما على نفسه بالهلاك، ثم انتقل إلى طلب الطعام لنفسه. وقيل: وقد يكون من رحمة الله تعالى وتوسعته عليه وإطعامه له هذا الطعام وإحلاله له بعد أن كلف إخراجه. نعم. قال: المسألة 10: اللابة في الحديث في قوله ما بين لابتيها، اللابة معناها في اللغة الحرة، والمدينة أي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تكتنفها حرتان، إحداهما شرقية والأخرى غربية، والحرة هي حجارة سود. فإذا قال العرب هذه حرة فمقصودهم أنها أرض فيها حجارة سود. وقيل في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قيل في سبب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال ذكر منها المصنف رحمه الله قولين. القول الأول هو اختلاف حال الأعرابي، فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا فزعا يقول: هلكت. وفي نهاية أمره رجع مسرورا، قد حاز معه طعاما لنفسه ولعياله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لاختلاف حال الأعرابي عند قدومه ورجوعه. ولهذا يقول بعض أهل العلم إن هذا الأعرابي جمع له بين إتيان أهله والطعام الذي آتاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. القول الثاني في تفسير سبب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة الله سبحانه وتعالى لهذا الأعرابي، فبعد أن وقع في موقف محرج لا يستطيع أن يأتي بما يكفر به معصيته، آتاه الله سبحانه، رحمه الله سبحانه وتعالى وأحل له طعاما ولأهله. فبدل أن كان لا يجد شيئا يطعمه ويكفر به عن نفسه، آتاه الله سبحانه وتعالى طعاما يطعمه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى به. فلهذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اقرأ. المسألة 11: قوله عليه السلام: أطعمه أهلك، تباينت المذاهب فيه، فمن قائل يقول: هو دليل على إسقاط الكفارة عنه، لأنه لا يمكن أن يصرف كفارته إلى أهله ونفسه، وإذا تعذر أن تقع كفارة ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم له استقرار الكفارة في ذمته إلى حين اليسار، لزم من مجموع ذلك سقوط الكفارة بالإعسار المقارن لسبب وجوبها، وربما قرر ذلك بالاستشهاد بصدقة الفطر حيث تسقط بالإعسار المقارن لاستهلال الهلال. وهذا قول للشافعي،
أعني سقوط هذه الكفارة بهذا الإعسار المقارن. ومن قائل يقول لا تسقط الكفارة بالإعسار المقارن، وهو مذهب مالك، والصحيح من مذهب الشافعي أيضا. وبعد القول بهذا المذهب فها هنا طريقان، أحدهما منع أن لا تكون الكفارة أخرجت في هذه الواقعة. وأما قوله عليه السلام أطعمه أهلك، ففيه وجوه، منها ادعاء بعضهم أنه خاص بهذا الرجل، أي يجزئه أن يأكل من صدقة نفسه لفقره، فسوقها له النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها الدعاء أنه منسوخ، وهذان ضعيفان، إذ لا دليل على التخصيص ولا على النسخ. ومنها أن تكون صرفت إلى أهله، لأنه فقير عاجز لا يجب عليه النفقة لعسره، وهم فقراء أيضا، فجاز إعطاء الكفارة عن نفسه لهم. وقد جوز بعض أصحاب الشافعي لمن لزمته الكفارة مع الفقر أن يصرفها إلى أهله وأولاده، وهذا لا يتم على رواية من روى كله وأطعمه أهلك. ومنها ما حكاه القاضي أنه قيل لما ملكه إياه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج جاز له أكلها وإطعامه أهله للحاجة، وهذا ليس فيه تخصيص، لأنه إن جعل عاما فليس الحكم عليه، وإن جعل خاصا فهو القول المحكي أولا. الطريق الثاني وهو الأقرب أن يجعل إعطاؤه إياها لا على عن جهة الكفارة، وتكون الكفارة مرتبة في الذمة لما ثبت وجوبها في أول الحديث، والسكوت لتقدم العلم بالوجوب. فإما أن يجعل ذلك مع استقراره أن ما ثبت في الذمة يتأخر للإعسار ولا يسقط للقاعدة الكلية والنظائر، أو يؤخذ الاستقرار من دليل يدل عليه أقوى من السكوت. هذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تتعلق بمسألة مشهورة عند أهل العلم، وهي أن من عجز عن الكفارة هل تسقط عنه أو تبقى في ذمته؟ وقد وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال تسقط عنه الكفارة، ووقت سقوطها هو زمان الوجوب، فإذا كان في زمان الوجوب لا يستطيع الكفارة فإنها تسقط عنه، وهذا قول عند الشافعية وهو المشهور من مذهب الحنابلة. وذكر المصنف رحمه الله أن أصحاب هذا القول استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أورده الماتن رحمه الله. ووجه الاستدلال به هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي خذ هذا فتصدق به، أو قال كله وأطعمه أهلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك. ووجه الاستدلال بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الأعرابي أن يطعم أهله هذا الطعام دل ذلك على سقوط الكفارة عنه، لأنه إذا أطعمه أهله يتعذر أن يكون كفارة. ووجه تعذره من جهتين، الجهة الأولى أن الإنسان لا يصرف كفارة نفسه إلى أهله لأنه مطالب بالنفقة عليهم. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للأعرابي أطعمه أهلك لم يبين له أن
الكفارة لا زالت باقية في ذمته. فأخذ من هذين الأمرين، وهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي أن يطعم الطعام أهله، وكفارة الإنسان لا يطعمها أهله لأن النفقة لهم واجبة عليه. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره بأن الكفارة لا زالت باقية في ذمته، فدل هذان الأمران على أن الكفارة تسقط عمن عجز عنها في زمان الوجوب. ويقوي هذا أمر آخر، وهو أن من عجز عن صدقة الفطر في زمان وجوبها فإنها تسقط عنه، فتقاس كفارة الوقاع في نهار رمضان على صدقة الفطر في السقوط، بجامع أن كل منهما مال يلزم الإتيان به. فهذا معنى قول المصنف رحمه الله. فمن قائل يقول هو دليل على إسقاط الكفارة عنه، والذي قال بهذا كما عرفنا الحنابلة في المشهور، وهو أيضا قول للشافعية كما سيذكره المصنف رحمه الله. ثم ذكر دليلهم في قوله لأنه لا يمكن أن يصرف كفارته إلى أهله ونفسه، فهذا وجه. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين بقاء الكفارة في ذمته، فقال ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم له استقرار الكفارة في ذمته إلى حين اليسار، فيلزم من مجموع هذين الأمرين سقوط الكفارة بالإعسار المقارن لسبب وجوبها. ولاحظ هنا أمرا مهما في الدلالة، وهو أن المصنف رحمه الله جعل دلالة هذا الحديث على سقوط الكفارة ليست بأحد هذين الأمرين، وإنما بماذا؟ بمجموعهما. فقال لزم من مجموع ذلك، يعني من مجموع هذين الأمرين سقوط الكفارة. فتفهم من هذا أن أحد هذين الأمرين لا يقوى في الدلالة على سقوط الكفارة، لكنهما إذا اجتمعا قويا في إثبات الحكم. فهذا معنى قول المصنف رحمه الله لزم من مجموع ذلك سقوط الكفارة. فيفهم طالب العلم أن أي واحد من هذين الأمرين من غير انضمامه للآخر لا يدل على سقوط الكفارة، وإنما يدلان معا على سقوط الكفارة لأن أحدهما يعضد دلالة الآخر. ويقوي هذه الدلالة القياس على صدقة الفطر، فإن من عجز عنها تسقط، ولهذا قال وربما قرر ذلك بالاستشهاد بصدقة الفطر حيث تسقط بالإعسار المقارن لاستهلال الهلال، وهو قول للشافعي، أعني سقوط هذه الكفارة بهذا الإعسار المقارن. ومن هذا يستفيد طالب العلم أن الأدلة إذا انضاف بعضها لبعض تقوي الدلالة على الحكم، فالحكم الذي يدل عليه دليلان أقوى من الحكم الذي يدل عليه دليل واحد، والحكم الذي يدل عليه ثلاثة أدلة أقوى من الحكم الذي يدل عليه دليل أو دليلان. ولهذا
ذكر بعض أهل العلم مسألة وهي الترجيح بكثرة الأدلة، الترجيح بكثرة الأدلة، فما كان أكثر أدلة فإنه يكون أرجح مما كان أقل أدلة، لأن كثرة الأدلة تغلب على الظن ثبوت الحكم. فإذا من طرق الترجيح كثرة الأدلة على الحكم. هذا القول الأول. وكما قلت الأدلة إذا انضاف بعضها لبعض فإن ذلك يقوي الحكم، يقوي ثبوت الحكم، حتى إنها في بعض الأحوال من كثرة إضافة بعضها إلى بعض يبلغ الحكم مرتبة القطع وينتقل من غلبة الظن إلى اليقين، وذلك بسبب انضمام الأدلة وتقوية بعضها لبعض. القول الثاني أن الكفارة لا تسقط بالعجز عنها، وهذا هو مذهب المالكية وقول عند الشافعية، ذكر المصنف رحمه الله أنه الصحيح من مذهب الشافعية. والمصنف رحمه الله هنا يكثر من ذكر آراء المالكية والشافعية، والسبب في هذا ما هو؟ السبب في هذا ما تقدم من أنه كان في أول أمره مالكيا ثم انتقل إلى مذهب الشافعية، وجاء في سيرته أنه كان يفتي على المذهبين رحمه الله. هذا هو القول الثاني، وهو أن الكفارة لا تسقط بالإعسار. ويستدلون على هذا بدليلين. الدليل الأول، يستدلون على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي بالكفارة، فيدل ذلك على أنها ثابتة في ذمته، لأنه لم يرد دليل يدل على سقوطها وإفراغ ذمته منها. وذكر المصنف رحمه الله الجواب عن دليل أصحاب القول الأول، وهذا الجواب يتضمن الدليل الذي استند عليه أصحاب القول الثاني في عدم سقوط الكفارة بالعجز عنها، فقال: وبعد القول بهذا المذهب، الإشارة في قول هذا المذهب إلى المذهب الثاني، وهو أن الكفارة لا تسقط وإنما تبقى في ذمته، فها هنا طريقان، طريقان يعني في الجواب عن دليل القول الأول، ها هنا طريقان يعني في الجواب عن دليل أصحاب القول الأول. أحد هذين الطريقين أن يقال إن قول أصحاب القول الأول بأن الكفارة لم يخرجها الأعرابي هذا قول ممنوع لا يسلم، بل إن الأعرابي أخرج الكفارة، ولهذا قال المصنف: أحدهما منع ألا تكون الكفارة أخرجت في هذه الواقعة بل أخرجها الأعرابي، وأما قولكم إن الأعرابي لم يخرجها فهذا قول لا يسلم،
فإن قال لهم قائل كيف تقولون إن الأعرابي أخرج الكفارة في هذه الواقعة والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال له أطعمه أهلك، فإن هذا يدل على أن الكفارة لم تخرج. فيقول المصنف الجواب على ذلك من وجوه، وقد ذكر وجوها أربعة. وقوله وأما قوله عليه السلام أطعمه أهلك، انتبه معي، فهذا جواب عن أي شيء؟ عن اعتراض مقدر، جواب عن اعتراض مقدر، وهو لو قال قائل كيف تمنعون أن الكفارة لا تكون أخرجت في هذه الواقعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي أطعمه أهلك واكتفى بذلك، ولم يرد في الحديث أن الأعرابي أخرج الكفارة. يقول فالجواب على ذلك من وجوه، فإذا قوله وأما قوله عليه السلام أطعمه أهلك ففيه وجوه، هذا فيه جواب عن اعتراض مقدر على قول أصحاب القول الثاني بمنع ألا تكون الكفارة أخرجت في هذه الواقعة. وما هذه الوجوه الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله؟ الوجه الأول أن يقال هذا الحكم خاص بهذا الأعرابي، فسقطت عنه الكفارة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بالمكتل على نفسه وعلى أهله. وأما غيره من المسلمين إذا فعل مثل ما فعل الأعرابي فإن الكفارة تبقى في ذمته، فيجيبون بأن هذا الحكم لو سلمنا أن الكفارة أن الأعرابي لم يؤدي الكفارة فهذا الحكم خاص بالأعرابي، أما بقية المسلمين فإن الكفارة تبقى في ذممهم. الوجه الثاني أن يقال هذا الحكم وهو سقوط الكفارة عن الأعرابي منسوخ، وبناء على هذا فإن الكفارة تبقى في ذمة من واقع امرأته في نهار رمضان وعجز عن الكفارة. لكن المصنف رحمه الله أجاب عن هذين الوجهين بجواب متين، وهو أن دعوى التخصيص لا تثبت إلا بدليل، لأن الأصل في الأحكام عدم الخصوصية، وكذلك دعوى النسخ لا تثبت إلا بدليل، لأن الأصل في الأحكام الإحكام وعدم النسخ، فمن ادعى التخصيص فعليه الدليل، ومن ادعى النسخ فعليه الدليل، لأن الأصل عدم التخصيص وعدم النسخ، وهاتان قاعدتان عظيمتان في الاستدلال. فمن ادعى التخصيص فإن قوله لا يقبل إلا إذا أقام الدليل على ذلك، وكذلك من ادعى النسخ فإن قوله لا يقبل إلا إذا أقام الدليل على ذلك. فإذا هذان وجهان من الوجوه الأربعة أبطلهما المصنف رحمه الله. الوجه الثالث أن يكون الأعرابي دفع المكتل لأهله وأطعمهم إياه لأنه كان عاجزا عن النفقة عليهم، وإذا عجز عن النفقة عليهم
فإنه يجوز له أن يدفع الكف فإن النفقة عليهم تسقط، فإن وجوب النفقة عليهم يسقط، وإذا سقط وجوب النفقة لهم عليه فإنه يجوز أن يدفع لهم الكفارة، لأن النفقة لهم عليه ليست واجبة في هذه الحال، فيجوز له أن يدفع لهم الكفارة، فيكون قوله أطعمه أهلك إطعاما على وجه ماذا؟ على وجه التكفير. فإذن هذا وجه ثالث، وهو أن الأعرابي كان عاجزا عن النفقة على أهله، ولهذا جاء في بعض الروايات أنه قال لا أملك إلا رقبتي هذه، فهو عاجز عن النفقة على أهله، وإذا كان عاجزا عن النفقة عليهم فإن وجوب النفقة يسقط، وإذا سقط وجوب النفقة فإنه يجوز أن يدفع الكفارة لهم كما يدفعها للأجانب. فإذن هذا وجه ثالث. الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ملك الأعرابي هذا المكتل وهو الزنبيل الذي فيه طعام، والأعرابي محتاج لذلك، فجاز له بسبب وجود الحاجة وتمليك النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك أن يأكل منه وأن يطعمه أهله بسبب ما هو فيه من الحاجة. لكن المصنف رحمه الله قال هذا الوجه ليس فيه تخليص، في بعض النسخ تلخيص لكن لعلها لتصحيح، ليس فيه تخليص يعني من الاعتراض، هذا ليس فيه تخليص من الاعتراض، بل الاعتراض لا يزال باقيا. ووجه ذلك أن هذا الحكم وهو أكل الطعام للحاجة لا يخلو من أن يكون عاما لهذا الأعرابي ولغيره، أو يكون خاصا بالأعرابي، فإن كان عاما للأعرابي وغيره فإن الحكم لا يكون له وحده، بل يشمل كل من وجدت فيه الحاجة، فمن كان محتاجا يجوز له أن يطعم الكفارة لأهله، وإن كان خاصا فهذا فيه رجوع للوجه الأول وهو قولهم إن هذا الحكم خاص بالأعرابي، وقد عرفنا ضعف هذا الوجه وهو أن الأصل في الأحكام العموم وعدم الخصوصية. وأما الوجه الثالث فذكر المصنف رحمه الله الوجه الثالث، وهو أنه لما سقطت عنه النفقة جاز له أن يدفع الكفارة لأهله، ذكر أن بعض الشافعية جوز ذلك، فمن وجبت عليه كفارة وكان فقيرا يجوز له أن يدفع الكفارة لأهله، لكن المصنف رحمه الله أورد على هذا اعتراضا، أورد على قول الشافعية هذا اعتراضا، وهو أنه جاء في بعض الروايات قوله كله وأطعمه أهلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها، وذلك يتضمن أنه أعطى الكفارة نفسه، ومن وجبت عليه الكفارة فإنه لا يعطيها نفسه وإنما يدفعها لغيره. فهذا هو الطريق الأول والوجوه التي اعترض بها عليه والجواب عنها. والمصنف رحمه الله لماذا ذكر هذه الوجوه والجواب عنها؟ ذكر هذه الوجوه حتى ينمي ملكة النظر
والاستدلال عند طالب العلم. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للأعرابي أعطه أهلك لم يكن هذا الإعطاء على وجه الكفارة، وتبقى الكفارة ثابتة في ذمة الأعرابي. والدليل على ثبوتها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتكفير في أول الأمر، فتعلقت الكفارة بذمته، ولم يأتي دليل يدل على خلو ذمته منها وسقوطها عنه فتبقى. فإن قال قائل لماذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب على ذلك أنه سكت اكتفاء بالعلم السابق، فإنه لما أمره بالكفارة علم أنه تلزمه كفارة، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا له نظائر في الشريعة، فإن من أمر بالصلاة تثبت في ذمته ولا تسقط عنه، وكذلك من طولب بالزكاة فإنها تتعلق بذمته ولا تسقط عنه، وكذلك من طولب بالكفارة فإنها تتعلق بذمته ولا تسقط عنه. ونعيد كلام المصنف من قوله وأما قوله عليه السلام، وأما قوله عليه السلام أطعمه أهلك، ففيه وجوه، ففيه وجوه، وهذه الوجوه كم عددها؟ 4. نعم. ادعاء بعضهم أنه خاص بهذا الرجل أن يجزئه أن يأكل من صدقة نفسه لفقره فسوغها له النبي، ومنها نعم. ولاحظ عبارة المصنف أنه قال ادعاء بعضهم، فهذا يشعرك بأن المصنف يرى أن هذا القول مجرد دعوة، ولهذا رد عليه بأن الأصل عدم الخصوصية. وطالب العلم يربي نفسه على التدقيق في العبارات، لأن العلماء رحمهم الله كلامهم دقيق، ولا سيما ابن دقيق العيد رحمه الله، فلا يذكرون كلمة إلا وهي في محلها، فيزنون الكلام وزنا رحمة الله عليهم. نعم. ومنها ادعاء أنه هذا الوجه الثاني، ادعاء أنه منسوخ، وهذان ضعيفان. هذان ضعيفان، ما هما؟ الوجه الأول والوجه الثاني. ما سبب الضعف؟ قال إذ لا دليل على التخصيص ولا على النسخ. نعم، لأن الأصل عدمهما. الوجه الثالث ومنها أن تكون صرفت إلى أهله لأنه فقير عاجز لا يجب عليه النفقة لعسره، وهم فقراء أيضا، فجاز إعطاء الكفارة عن نفسه لهم، وقد جوز. هذا الوجه الثالث، وكما قلنا لكم لما كان عاجزا عن النفقة جاز أن يدفع الكفارة لأهله. نعم. وقد جوز بعض أصحاب الشافعي لمن لزمته الكفارة مع الفقر أن يصرفها إلى أهله وأولاده، وهذا لا يتم على رواية مروان. وهذا يعني هذا الوجه الثالث. الآن المصنف رحمه الله يعترض على الوجه الثالث فيقول هذا لا يتم، وهذا لا يتم على رواية من روى كل هو أطعمه أهلك. ووجه كونه لا يتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره في هذه الرواية بأن يأكل منها، نعم، ومن وجبت عليه كفارة لا يجوز له أن يأكل منها. نعم. ومنها ما حكاه القاضي أنه هذا الوجه الرابع، ما حكاه القاضي، والقاضي هنا المراد به القاضي عياض ابن موسى اليحصبي السبتي المتوفى في سنة 44 و500، صاحب التصانيف المشهورة رحمه الله. والعلماء لهم اصطلاحات
إذا أطلق القاضي اصطلاحات متعددة، والمصنف هنا إذا أطلق القاضي فإنه يريد به القاضي عياض. نعم. ومنها ما حكاه القاضي أنه قيل لما ملكه إياه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج جاز له أكلها وإطعامها أهله للحاجة، وهذا ليس فيه تخليص لأنه في النسخ تلخيص، ولعل الصواب تخليص، يعني تخليص من الاعتراض، ثم بين وجه ذلك لماذا ليس فيه خروج من الاعتراض. قال وهذا ليس فيه تخليص لأنه إن جعل عاما يعني للأعراب وغيره، نعم، فليس الحكم عليه، وإن جعل خاصا فهو القول المحكي أولا. نعم. فليس الحكم عليه يعني ليس الحكم للأعراب وحده، بل يكون له ولغيره، فمن كان محتاجا يجوز له أن يطعم الكفارة أهله، وإن كان خاصا يعني بالأعراب، نعم، فهو القول المحكي أولا، يعني الوجه الأول من الوجوه الأربعة، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني، الطريق الثاني وهو الأقرب، أن يجعل إعطاؤه إياها لا، نعم، عن المصنف رحمه الله يميل إلى القول الثاني، وقوله هو الأقرب يعني الأقرب للصواب. ولاحظ أدب العلماء رحمه الله، فلم يقل القول الأول باطل، وإنما قال هذا القول الثاني أقرب، يعني أقرب للصواب، وإن كان القول الأول له وجه، وهذا من أدب العلماء رحمهم الله في التعامل مع أقوال أهل العلم. نعم. أن يجعل إعطاؤه إياها لا عن جهة الكفارة، وتكون الكفارة مرتبة في الذمة، يعني باقية في الذمة، لما ثبت وجوبها في أول الحديث، لما ثبت وجوبها في أول الحديث، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بها في أول الحديث. نعم. والسكوت لتقدم العلم بالوجوب، السكوت لتقدم العلم بالوجوب، هذا جواب عن اعتراض مقدر، وهو أن يقال ما دام أنها باقية في ذمته فلماذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الجواب على ذلك أن السكوت كان لتقدم العلم بالوجوب. تفضل، بارك الله فيك. والسكوت لتقدم العلم بالوجوب، فإما أن يجعل ذلك مع استقرار أن ما ثبت، إما أن يجعل ذلك، الإشارة هنا إلى وجوب الكفارة في الذمة، مع استقرار أن ما ثبت في الذمة يتأخر للإعسار، يعني قوله يتأخر للإعسار يعني يتأخر وجوبه بسبب الإعسار، يتأخر للإعسار ولا يسقط للقاعدة الكلية والنظائر، للقاعدة الكلية في الشريعة، وهي أن ما ثبت في الذمة لا يسقط إلا بدليل، والنظائر في ذلك، فإن من طولب بالصلاة تثبت في ذمته ولا تسقط عنه إلا بدليل، ومن طولب بالزكاة أو الصيام أو غير ذلك من المطلوبات الشرعية لا تسقط عنه إلا بدليل، والكفارة مثلها. نعم. أو يؤخذ الاستقرار من دليل يدل عليه أو يؤخذ الاستقرار يعني يؤخذ ثبوت الكفارة في الذمة من دليل عليه أقوى من السكوت. ونقف عند هذا الحد، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.